معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطايشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأوشية الموسمية المياه. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنيمو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 27 من شهر أبيب المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية، استشهد القديس أبامون. ذهب إلى والي أنصنة واعترف أمام الوالي إريانوس بالسيد المسيح، فعذبه كثيراً وكان الرب يشفيه ويقويه، ثم أرسله إلى أرمانيوس والي الإسكندرية، فظهر له ملاك الرب وشجعه وقواه، وآمن بسببه كثيرون واستشهدوا، وأخيراً أخذوا القديس أبامون وقطعوا رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا تم تكريس كنيسة الشهيد أبي فامي الجندي الأوسيمي بمدينة طما بمحافظة سوهاج. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا، نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واعترفوا لذكر قدسه هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مرلوق البشير، التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادتان، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها ويناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلكوا، بصبركم اقتنوا أن
أنفسكم. والمجد لله دائما. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنتكلم عن استشهاد قديس بلمون، وتلاقي القراءات كلها بتتكلم عن الصديقين. الصديقين صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. وطبعا احنا عارفين ان الانسان لما يصرخ ربنا، ربنا لازم يستجيب. الرب استجاب لهم، من جميع شدائدهم نجاهم. قريبا هو الرب المنسحق القلب ومطالع الروح يخلصهم. ده مزمور عشية. مزمور باكر بقى يتكلم عن كثير هي احزان الصديقين. يعني هم بيحزنوا، ايوه كتير مش قليل. القديسين الصديقين دول احزانهم كتيره مش قليله. عشان كده ما حدش يقول ليه يا رب بتعمل فيها كده. لا، دي معروفه ان الصديقين احزانهم كتير. كثيره هي احزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. اهم حاجه ان ربنا بينجيهم. يحفظ الرب جميع عظامهم، يخلصهم في المزمور اللي فات العشيه. المتضعين بروح يخلصهم، ويحفظ الرب جميع عظامهم. يحفظها ربنا. بعد كده نور أشرق للصديقين أو فرح مستقيم بقلوبهم. افرحوا أيها الصديقين بالرب. عشان كده عايز يقولنا كده، جميع شدائدهم نجاهم، متواضعين بالروح يخلصهم، يحفظ رب جميع عظامهم، وفرحانين فرح المستقيمين بقلوبهم. الإنسان حتى لو في اضطهاد بيبقى فرحان، مش زعلان، مش متضايق. كثير هي أحزان الصديقين، لكن هو فرحان برضه بربنا. عشان كده ناخد بالنا أن عشية يقول كده، هأنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب. أنتوا غنم وسط ذئاب، يعني أنت عارف العالم كله ذئاب وأنت ماشي وسطيهم، أنت حمل. كغنم وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. خليك حكيم وفي نفس الوقت بسيط. حكيم غير اللئيم أو الخبيث. الحكمة الروحية غير الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية اللي قال عليها معلمنا يعقوب الرسول. الحكمة الروحية ده حاجة تاني. احترزوا من الناس لأنهم يسلمونكم إلى مجالس والمجامع يجلدونكم، فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. لستم أنتم المتكلمين بروح أبيكم. يسلم الأخ أخاه، أو الخيانة كده، وكان بيحصل كده برضو في الأول المسيحية. يسلم الأب ولده، ويقوم الأولاد على أبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. وبعدين تحزنوا، لا، والذي يصبر المنتهى فهذا يخلص. اصبر في الضيقات، والكثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها رب ينجيهم رب. تحزن لكن ربنا ينجيك، وفي نفس الوقت أنت بتحمل الصليب. ودعا الجامعة وتلاميذه وقال لهم، من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني. فاكر لازم يقول احمل الصليب، يعني هيبقى في وسط غنم وسط ذئاب. ايوه هنحمل الصليب في باكر. ايوه، لان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، يعني يشيل الصليب. من يهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل فهو يخلصها. الناس ساعات بتفكر ان هي لما تشيل الصليب وتعيش براحه ومبسوطه ده موضوع تاني. لا، هو مش مرتاح، بالعكس ده هو ضيع نفسه. عشان كده ناخد بالنا بولس يقول كده، نحن نعلم أن الذين يحبون الله هم الذين مدعون حسب قصده السابق، ويجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير. كل الأشياء تعمل معهم للخير. كل الأشياء تعمل طبعا. فماذا يقول؟ إن كان الله يجاهد عنا فمن يقدر على مقاومتنا؟ يعني ربنا بيحافظ علينا، زي ما قال في العادلين، إن كان الله معنا فمن علينا؟ من هو الذي يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أو ده المهم بقى. ولا حاجة، شوية ضيقات شوية ضيقات مش مهم. أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، سبع حاجات ولا حاجة. ولكن في هذه جماعة نعظم غلبتنا بالذي أحبتنا. إحنا بنغلب بالمسيح. كان الله معنا فمن علينا؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة
ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. بنحب ربنا، عشان كده بولس الرسول كان بيحب ربنا من كل قلبه، زي ما قالت الوصية في العهد القديم، تحب الرب إلهك من كل قلبك كل فكرك كل قدرتك. كان بيحب ربنا قوي، فمين هيفصله عن محبة الله التي في المسيح يسوع؟ تحب رب إلهك من كل قلبك؟ أيوة. مين بقى يقدر يفصلك عن محبة الله؟ ولا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة. وزي ما قال، شدة أم ضيق أم عري أم اضطهاد أم خاطر أم سيف، كل ده ولا حاجة. أنا بحب ربنا من كل قلبي، مين يقدر يفصله عن محبة المسيح؟ ده الإنسان اللي بحب ربنا من كل قلبه، تحب رب إلهك من كل قلبك كل فكرة وكل قدرتك. عشان كده ما بتحب ربنا قوي، ما حدش يقدر يفصلك عن ربنا، زي ما يكونوا اتنين أصحاب بيحبوا بعض قوي، مهما يحصل ما حدش يقدر يوقع بينهم خالص. ليه؟ لأنه بيحب بعض بقلب. واحد يجي يقولك ده قال عليك كذا، ده قال عليك كذا، ده أنت بتحب ربنا. أيوه. بتحب صديقك؟ أيوه. ما حدش يقدر يفصلك بينه. الكاسيليكون بقى بيتكلم عن فوائد الآلام الجسد، اضطهادات أو الضيق أو الجوع أو العري أو المرض أو أي حاجة. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، يعني المسيح تألم الجسد مش باللاهوت يعني، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال. مثال إيه؟ الألم الجسد طبعا. تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، أيوة يعني ده سلاح، ألم الجسد دي سلاح تحارب فيه ضد الخطية. فإذ تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال. مثال إيه؟ الألم، ألم الجسد. من تألم الجسد كف عن خطية، ولكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. ما يعيش بقى لشهوات الجسد خلاص. عشان كده يقول لأنه يكفيكم، كفاية عليكم كده، يكفيكم ذلك الزمان الذي عبر، إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات والدنس والمسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس. كفاياك يا حبيبي، أنت مشيت كتير مع أصحاب السوق وبقى الشر، كفاياك كده، يكفيك هذا الزمان الذي عبر. أقول كده الناس اللي تعيش مع ربنا بقى، من يتكلم فكأقوال الله، من يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله. يعني بيخدم وخدمته ناجحة دي، يبقى ربنا اللي بيديك القوة إنك تخدم وتنجح، لكي يتمجد الله في كل شيء. يعني يكون ربنا الكل في الكل. ونلاقي بقى الأبراكسيس بيقول كده، وحيث بينما كنا ذاهبين للصلاة أنا جارية بها روح عرافة قد خرجت لاستقبالنا وكانت تكسب مجواليها مكسبا كثيرا بعرفتها. هذه أتت اتبعت بولس وإيانا وكانت تصيح قائلة، هؤلاء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخلاص هم عبيد الله الحي. يعني بتشهد بالحق، روح العرفة دي بتشهد بالحق، عارفة لأنه يعرفوا ربنا كويس، يعرفوا المسيح كويس، يعرفوا بولس كويس. وكانت تفعل ذلك أياما كثيرة، كل شوية راح جات لهم دول بيبشرونكم بطريق الخلاص، دول عبيد الله الحي. يعني كان بتقول حق، لكن بولس ما قبلش حتى شهادة الشيطان، لا. فتضجر بولس من ذلك والتفت لروحه وقال، أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. خلاص خرج في تلك الساعة. المجمع قام عليهم بقى وأمر أن يضربوا بالعصي، واتضربوا ضرب كتير وألقوهم في السجن، ووصوا حافظ السجن يحرسهم بضبط، دخلهم السجن خارجي. بالليل كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيصلوا وبيسبحوا، وكان ربط رجلهم في المقطرة طبعا، هو طبعا عاوز يعني يتحفظ عليهم والمقطرة يعني ما تحركش. وبعد كده يقول كده، في نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان وسبحان الله والمسجون يسمعونهما. يبقى مين يفصله عن محبة المسيح زي ما قال؟ هو علم كده، أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم خطر أم عري، أهو كل ده كانت محبة المسيح، بيصلي ويسبح ربنا في السجن. يعني مش فارقة معاه، مفيش حاجة فصلته عن محبة المسيح، هو عالم كده في البولس وكان عايش كده. عشان كده الأبراكسيس بيقول، في حدث بغتة زلزلة عظيمة في السجن، يعني حتى تزعزعت أسدج السجن وانفكت قيودهم جميعا. زلزلة عظيمة مش سهلة، فكت كل قيودهم، شدائد يقول إيه، من جميع شدائدهم
ينجيهم. كثيرة نجاهم ربنا من السجن اهو. كان رئيس السجان عاوز يقتل نفسه. يدور بيقول قد فكر الناس هربت. قال لهم لا ما تعملش في نفسك حاجة كلنا قاعدين. عمل ايه بقى؟ استغرب. يقول اخذهما معه في تلك الساعة من الليل وغسلهما من جراحاتهما واعتمد في الحال هو الذين له اجمعون. يبقى كل اشياء تعمل معهم ايه؟ الخير اهو. بعد ما اتضربوا بالعصي وكسر عظمهم يعني كل اشياء تعمل معهم الخير وتعمد هو كل الذين لي. عشان كده السيد المسيح التهديد والالام والجوع والعري والعطش والسيف خطر والسيف كل ده المسيح قالنا عليها قبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونك المجامع وتحبسون أبو بولس وسيله كانوا في السجن وتقدمون امام ملوك واولاه لاجل اسمي فيكون لكم ذلك شهاده فضعوا اذا في قلوبكم ان لا تهتموا من قبل مما تحتاجون. ما كانوش بيفكروا هنقول ايه بكره في المحاكمه كانوا بيسبحوا ربنا بس كان هم الصلاه وسبحوا كل المساجين سامعينهم ولتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي من اجل اسم ربنا لكن ما تعملش شر مع واحد بتخليك رهق تقول انا مضطهد لا انت اللي عملت الشر لكن اما تكون بتعمل خير ويضطهدك وضايقك معلش لا تباك يا بختك تكون مبغضين من الجميع من اجل اسمي وشعر من رؤوسهم لا تسقط بصبركم تقتلوا انفسكم. هو ده اللي كانوا عاشوا بيه ابائنا القديسين والنور اشرق للصديقين وفرح مسخهم قلوب ايصدقون افرحوا بالرب كان في فرح شدائدهم انقذهم ويخلصهم زي المزمور ما قال في عشيه وباكر وقداس ربنا مع اولاده او انقذ بولس وسيله من السجن وراحوا بيت السجان وعمدوا هو وكل اللي بيه وبقى كل الأشياء تعمل معهم للخير الذين يحبون الله واللي بيخدم كمان من قوة يهيئها الله هم كان بيخدموا بقوة ربنا عشان كده ربنا أداهم إن هم يتمجدوا في السماء ويبقى لهم حياة أبدية وياريت كلنا نتمجد معهم ونصبر ونعرف كويس قوي. الصديقين صرخوا ورب استجاب لهم كانوا بيصلوا في السجن بولس وسيلة أيوة وربنا وجميع أشهادهم أنقذهم والجهود كلها اتفكت وكمان المتواضعين بالروح يخلصهم خلصهم يحفظ الرب جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر حتى لو كانت كثيرة هي أحزان الصديقين. الله يعطينا أن احنا نعيش معاه ما يهمناش كل الاضطهادات ولا الكلام ولا المؤامرات ويحفظنا ويقول كده كثيرة هي أحزان الصديقين لما جميعها هينجيهم الرب يحفظ الرب جميع عظامهم واحد منها لا تنكسر. إلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.